أخيرا قبضنا عليك يا مجرمة، أنت عملت حاجات كتيرة قوي وجه الوقت تدخل السجن. أرجوك بلاش، أنا حامل وعايز أطلع برة، مش عايز أخلف في السجن، الموضوع هيبقى خطر عليا وعلى ابني. مفيش أعذار يا منى، أنت هتتسجني 15 سنة، يلا رجع للحبس بتاعك. أرجوك أرجوك خليني أطلع، أرجوك أنا حاسة إني هولد، طلعوني من هنا أرجوك، طلعوني من هنا. أنت بتحلمي؟ إيه ده؟ أنا حاسة إني هولد دلوقتي. الله البيبي شكله جميل قوي، انا هسميه علي. لو شايفين انتوا كمان ان علي امور حطوا له لايك. اهم حاجه دلوقتي اني لازم اهرب من السجن، ابني ما ينفعش يتربى جوه السجن وانا مش هقدر اعيش 15 سنه هنا. يلا يا علي تعال نشوف اي طريقه. اقفي عندك يا مجرمه، انت بتعملي ايه؟ انا اسفه يا علي مضطره اسيبك. استني عندك، رايحة فين؟ مش معقولة، دي سابت ابنها، ازاي ام تعمل كده؟ الابن ده هيفضل في السجن لحد ما هي تظهر وترجع تتسجن. الله على حياة السجن، باكل ببلاش وبشرب ببلاش وبتعلم ببلاش وانام براحتي واصحى براحتي. اصحى يا علي، ميعاد الفطار. ازيك يا عم محمد، وحشتني قوي. وانت كمان يا علي، انت طفل ظريف جدا. انا امتى هخرج واشوف ماما يا عم محمد؟ لسه بدري يا حبيبي، وبعدين الحياة برا صعبة جدا، انت هنا كويس. ماشي يا عم محمد، هاتلي اللبن اللي انا بحبه. اتفضل يا علي، لبن جاموسة ممتاز. لا انا عايز لبن جهينة. خد اشرب يا ولد، ما عندناش الا اللبن ده. يم 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 يم. زي ما اكون تعبان وارتحت. اف، ايه الريحه الوحشه دي؟ مش انا. امال هيكون مين يا علي؟ انت الوحيد اللي هنا وقاعد على الحمام، يبقى اكيد دي ريحتك يا مقرف. المهم كل سنه وانت طيب يا علي. الله انت افتكرت، شكرا يا عم محمد. يا ابني انت كبرت على عم محمد دي، انا اسمي حضره الضابط. طب يا عم محمد، انا بقالي 10 سنين في السجن، انا امتى اشوف ماما؟ مش هتشوفها يا علي، حتى لو عرفنا مكانها هي هتيجي تدخل السجن وانت هتطلع برا. وبعدين زي ما قلتلك كل الناس حياتها بتبدأ في السجن زيك كده بالظبط. انا نفسي اخرج واسأل الناس حياتهم كانت عاملة ازاي وهم في السجن، يا ترى حياتهم حلوة زيي؟ يعني كل الاطفال كانوا في السجن زيي؟ ايوة يا علي، كل الاطفال بتتولد في السجن في الاول وبعدين تخرج وتعيش حياتها الطبيعية. حتى أنا اتولدت في السجن وبقيت ضابط لما كبرت. أنا همشي عشان أسئلتك بقت كتير أوي النهاردة. علي علي اصحى يا علي. في يا عم محمد؟ علي انا عامل لك مفاجأة النهاردة، انت النهاردة بقى عندك 15 سنة وده ميعاد خروجك من السجن. ايه انا هخرج من السجن؟ طب إيه؟ انا هعمل ايه؟ انا عندي 15 سنة وانا عمري ما خرجت برا السجن ومش عارف اعمل ايه برا. علي عشان انت لسه عندك 15 سنة هنوديك دار رعاية تعيش فيها، الست صاحبة الدار مستنياك بره، وهتدخل مدرسة، كل ده على حساب الدولة،
أهم حاجة يا علي لو خرجت وعرفت فين مكان مامتك لازم تتصل بيا. هو أنا فاكر شكل ماما أصلاً؟ على العموم حاضر حاضر، لو لقيتها بقولك. يلا سلام يا عم محمد. سلام يا علي، هتوحشني جدا. الله ايه الجمال ده، الحياة بره السجن جميلة جدا، والسماء جميلة والهواء منعش. فين الست اللي انا هعيش عندها؟ اكيد واقفة هنا، هروح ادور عليها. ايه ده ايه ده، الله وايه ده كمان. انا مش مصدق نفسي، الحياه بره السجن احلى بكتير. هو ايه ده، يعني ايه بنت؟ انا هروح اشوف ايه. ازيك، هو يعني ايه بنك؟ البنك ده بنحط فيه الفلوس. وبعدين انت لابس ليه كده؟ ده لبس السجن، ملحقتش اغيره. عجبك؟ سجن ارجوك ما تموتنيش. مالها دي، في ايه؟ علي علي، حضرتك تعرفيني؟ انا بدور عليك من بدري، انا اللي هتعيش عندها في دار الرعاية. يعني انت زي ماما؟ ايوه يا حبيبي، اعتبرني زي ماما بالظبط. طب يا ماما ممكن تشتري لي اكل ولبس تاني غير اللبس اللي انا لابسه ده؟ ايوه طبعا يا حبيبي، يلا بينا. الله اللبس جميل قوي، انا هختار ده وده وده، ده جميل يا ماما، يلا بينا. استنى يا علي، لازم نحاسب الاول. علي ما ينفعش حاجه ناخدها من غير ما ندفع فلوسها. يعني ايه ندفع فلوسها؟ اصحابي في السجن بيقولوا لي ان انا هسرق اي حاجه وامشي. علي احنا مش في السجن خلاص، وما ينفعش اصلا تسرق اي حاجه. انا اتعلمت في السجن ان لازم اسرق ولازم اضرب ولازم اكذب. علي الحاجات دي تنساها تماما، احنا ما ينفعش نسرق ولا ينفع نكذب ولا ينفع نضرب حد. حاضر، انا اسف جدا، انا معرفش ايه اصلا الصح من الغلط. ما تقلقش يا علي، انا هعلمك حاجات كتير قوي علشان تبقى انسان صالح في المجتمع. ويلا علشان بكره وراك اول يوم مدرسه. الله المدرسه جميله قوي، وايه اللي مكتوب ده؟ ده مكتوب بلغه غريبه قوي، انا هروح اسال الولد ده يعني ايه الكلمه دي. كابتن كابتن ازيك؟ اهلا اهلا، انت مين؟ انا اسمي علي ولسه طالع من السجن. قولي بقى انت عملت ايه في الخمستاشر سنه اللي فاتوا في السجن؟ يا ترى كانت حياتك حلوه زيي؟ ايه ده، انت اكيد مجنون. لا طبعا، انا عمري ما دخلت السجن، انا كنت عايش مع بابا وماما وعندنا بيت ودخلت المدرسه من وانا صغير. انت بتتكلم جد؟ انت دخلت السجن قبل كده؟ ايوه، كل الاطفال بتدخل السجن، ده اللي قاله لي الضابط اللي كان في السجن. ملك ملك، تعالي شوف الاختراع اللي انا لقيته ده. في ايه في ايه؟ الولد ده مسجون من هو طفل، تخيلي. هو في حاجه زي كده اصلا؟ وتخيلي بيحسب كل الاطفال بيدخلوا السجن وهم صغيرين. انا مش بكذب، هم اللي قالوا لي كده. لا النكته دي احلى. انت بتضحكني قوي. ايه ده، يعني كل الوقت ده كانوا بيضحكوا عليا؟ الناس عندها اب وام وبيوت وما عاشوش في السجن زيي. يعني ماما هي السبب في دخولي السجن، يعني السجن ده ما طلعش بيت زي ما قالولي. انا لازم الاقي ماما واسالها هي ليه عملت كده، يمكن نرجع عيله تاني ونعيش حياتنا الطبيعيه. ايه الصوت ده؟ ده صوت جرس السجن. يلا بينا عندنا حصه في السجن. Thank you.
مش عارف انا اتعلمت ايه في المدرسة النهاردة، بس اللي انا عرفته ان حياتي كلها عبارة عن كدبة، كل اللي اتقالي في السجن كان غلط. ايه ده ماما، مين اللي معاها المسدس دي؟ علي اهرب انت يا علي. تعالي انا مامته وهاخده دلوقتي، يا اما هتموتي. خطي خطي وسيبيني عايش. علي تعالى ورايا. حاضر حاضر. انت مين وجايباني هنا ليه؟ انت لسه ما فهمتش، انا مامتك يا علي. انا فعلا فخورة بيك ان انت قدرت تكمل كل المدة دي في السجن. انت ازاي تسيبيني اقضي السجن بدالك؟ انا كنت بحسبهم هيخرجوك علشان انت طفل. ما تقلقش يا علي، هنستمتع بحياتنا مع بعض كعيلة، هنسرق مع بعض وننصب مع بعض ونضحك على الناس مع بعض. لا يا ماما، اللي انا عرفته ما ينفعش نعمل الحاجات دي. يا حبيبي تحكوا عليك، الموضوع ممتع جدا. وبعدين مامتك حرامية، يبقى انت هتطلع حرامي زيها. لا انا عايز ابقى انسان عادي وعايش حياة عادية، انا مش عايز ابقى شخص سيء ولا مجرم. ضحكتني قوي يا علي، انا مش مصدقه ان ابني يقول الكلام ده. واضح ان انت مش زيي، انا من رايي تمشي، احنا مش هينفع نعيش مع بعض. واضح انك فشلتي انك تبقي ام، وكمان فشلتي انك تبقي انسانه. اللي نجحتي فيه بس اللي انت تبقي مجرمه. انت بتفكرني بباباك، كان اهمل ومؤدب زيك كده، وكان بيقول نفس الكلام اللي انت بتقوله ده، علشان كده انا سبته. ايه ده، انا عندي اب وعايش؟ ارجوكي قوليلي مكانه. هو ساكن في البيت الوحيد اللي على البحيرة، انا عارفة البيت ده كويس علشان سرقته اكتر من مرة. انا هروح لبابا، انا مش عايزة ابقى زيك. ايه ده، هل ده فعلا بيت بابا؟ ده احلى بيت شفته في حياتي، يا رب يكون عارفني. خير، انت مين؟ انا هقولك حاجة، مش عارف هتصدقني ولا لا، انا ابنك علي، وكنت عايش في السجن 15 سنة. ايه ده، علي ابني، دورت عليك كتير جدا، بس مامتك خدتك وهربت لما كانت حامل فيك. انا عشت حياة صعبة قوي لحد ما جيت لك هنا وقابلت ماما، بس طلعت ما تغيرتش. انا عارف مامتك عمرها ما هتتغير، وما تقلقش يا علي، انا هاخد بالي منك كويس قوي. واحب اعرفك، دي مراتي ودي اختك، احنا هنعيش مع بعض يا علي عيلة من دلوقتي، وياريت تنسى كل اللي حصل لك. اهلا بيك يا علي في عيلتنا، ان شاء الله هتبقى مبسوط معانا. انا مبسوطة قوي ان انا عندي اخ، وانا كمان مبسوط ان انا عندي عيلة.